عشان كده معروف يلا قطع ولا ايه؟ يلا نسمع بعد اذنكم يا صاحبي. بتحمل عليها واحده واحده. بشكر طبعا كده على اليوم الجميل ده مع ناس محترمه قوي يعني. معانا لعيبه كويسه جدا ومؤدبين قوي يعني بصراحه. واللعيبه بتاعتنا طبعا بالنيابه عن لسان يعني بنشكر الناس على اليوم الجميل ده. طبعا مشكور يا كابتن ياسر، قبل اشكر كابتن جودي وقبل اشكر كابتن بلاو ومارادونا وان شاء الله يبقى في اكتر من مره مع بعض. يبقى كده كبيره كمان. يا باشا عندي كوره وثاني مع الناس كلها من الاول ورا بعض كده ورا بعض. خليك انت سبورتنج واقف وسلم على الناس كده. شكل كويس، ايدي ورا ظهري، واقف على اللاين، ما تقدمش خطوتين وركز كده، يبقى في نظام. طبعا بشكر كابتن طارق فيتا. بس رجاله